السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله أشرح لكم اليوم الواجب الخاص بمادة T 324. السؤال الأول بيتكلم على موضوع السوسيو تكنيكال سيستم اللي حضراتكم درستوه في البلوك الثالث، وطبعا كان في مجموعة من النقاط اللي ممكن نستخدمها علشان نشيك على السيستم دوت، نشوف هل في أسباب تؤدي لفشله وإيه هي الأسباب ديت وإزاي نعالجها. وكنا بنتكلم على حاجة اسمها السيستم ماب. أول سؤال بيقول لي ارسم لي السيستم ماب اللي بتعتقد إنها بتمثل السيستم اللي أنا بديهولك ده اللي هو الـ e-learning system. عشان نرسم السيستم ماب لازم نستخدم أشكال بيضاوية اللي هو الشكل الأوفل ده شكل بيضاوي. المفروض إن أنا بيكون عندي سيستم كبير بيكون مكون من مجموعة من الأنظمة الفرعية، يعني مثلا عندي الـ e-learning system أو الـ learning management system هيكون مكون من نظام مثلا للتسجيل، تسجيل الطلبة، ونظام لعملية الـ authentication عشان أشوف الطالب دوت ليه الصلاحية إنه هو يدخل على الموقع الخاص بالجامعة ولا لأ، بالإضافة لشبكة كمبيوتر، شبكة الكمبيوتر هيكون جواها network وهيكون جواها database، وكمان ممكن يكون جواها الويب سايت دوت اللي هو المين كومبوننت او المكون الاساسي في الاي ليرنينج سيستم. ممكن واحد تاني يقول لي لا ده كمان فيه نظام للدفع اللي هو البيمنت سب سيستم. البيمنت سب سيستم ده هيكون فيه ايه؟ هيكون فيه لينك او فيه بنك سب سيستم، يعني عباره عن لينك واصل من موقع او من النظام الخاص بالاي ليرنينج للبنك. ليه؟ لانه فيه طلبه بتدفع مصاريف، فيه طلبه بتدفع تكاليف مواد وهكذا، وكمان ممكن الطلبة دول يدفعوا عن طريق الكريدت كارد. فهنا عملية ان انا ارسم السيستم ماب بتكون كل واحد وتفكيره. في ناس بتعقدها خالص وبتحاول تعمل انظمة فرعية كتيرة جدا، في واحد ممكن يخلي الموضوع ابسط شوية، يعني زي ما قلت لحضراتكم انا هنا مفترض ان انا عندي شبكة اللي هي الكمبيوتر نتورك سب سيستم بيكون مكونة من نتورك وداتابيس سيرفر. الداتابيس سيرفر مثلا هيكون عليه قاعدة بيانات الخاصة بالطلبة، اساميهم، عناوينهم، الايميلات، المواد اللي أخدوها وهكذا. ممكن كمان أحط الويب سيرفر جوه الكمبيوتر نتورك سب سيستم. أنا ممكن كمان أعمل سب سيستم تاني خالص اسمه كونتنت سيستم. كونتنت يعني محتوى. طيب هو الويب سيرفر ده أنا ممكن أقول إنه هيبقى موجود عليه مالتي ميديا، ممكن يكون عليه بلوجز، مدونات، ممكن يكون موجود عليه ويكيز. يبقى دلوقتي السيستم ماب ديت إحنا بنحاول كل واحد بيبتكر شكل خاص بيه. حضراتكم لازم تشوفوا السيستم مابس للأنظمة اللي موجودة في الواجبات أو آسف اللي هي الكويزات اللي كانت موجودة قبل كده عشان ترسموا حاجات مظبوطة. طبعا بره السيستم بيكون في اليوزرز بتوعه. مين اليوزرز اللي بيستخدموا السيستم دول؟ والله ممكن يستخدموا الطلبة، وطبعا في الستاف ممبرز اللي ممكن يكونوا المدرسين، ممكن كمان يستخدموا السيستم ادمنستريتور، ممكن كمان موظفين القبول والتسجيل، ممكن كمان مدير الجامعة، أي حاجة. يعني هنا اللي بره دول بيكونوا اليوزرز اللي موجودين عندي، واللي جوه بيكون المكونات اللي هي الفيزيكال أو اللي هي التكنيكال كومبوننت اللي موجودة عندي. يبقى إذا من المفضل إن احنا بنحدد المكونات السوشيال لوحدها اللي هم الأشخاص اللي بيقدروا يدخلوا على السيستم ويتعاملوا معاه، ونحدد كمان التكنيكال بارت قبل ما نرسم السيستم ماب. نتنقل للخطوة رقم 2، بيقول لي present اديني 2 process من السيستم اللي موجود عندي. خلينا نتفق ان البروسيس ديت هي عبارة عن component، يعني هي عبارة عن element، اصغر حاجة في السيستم. يبقى اذا البروسيس خلينا نقول ان هي عبارة عن مكونات من مكونات الانظمة الفرعية او مكونات النظام الاساسي نفسه، وطبعا بتختلف زي ما قلت لحضراتكم من شخص الاخر. يعني مثلا انا هنا حاطط الكريدت كارد. حاجة اتكلم عن الكريدت كارد. الكريدت كارد هقول ان الطلبة بيدفعوا المصاريف بتاعتهم باستخدام انظمة مختلفة، مثلا عن طريق البنك، عن طريق ايداع المبلغ مباشرة في البنك، عن طريق سداد، او في ناس بتستخدم اللي هو الكريدت كارد. واشرح بس كده كلام عام. البروسيس الثانية ممكن اجي اقول والله انا عندي داتابيس سيرفر. الداتابيس سيرفر ده موجود عليه ايه؟ هنقول قاعدة بيانات الخاصة بالطلبة اللي والمواد اللي بيدرسوها، وتحكي شوية كلام. يبقى البروسيس هي عبارة عن العناصر اللي موجودة عندي. بس خلي بالكم ما حدش يجي يقول لي ان البيمنت سب سيستم ده هو بروسيس. لا، البروسيس بتكون حاجة صغيرة، خلينا نقول انها element جوه السيستم اللي موجود عندي.
الفقرة رقم 3 بيقول لي discuss the major criteria of failure of such system. قل لي الأسباب العامة أو الأسباب الرئيسية اللي بتؤدي لفشل السيستم اللي موجود عندي ده. السؤال ده كان جاي في واجب الترم اللي فات بالظبط، الفقرة دي بالظبط، وكان الفيدباك الخاصة بالدكاترة إنه لازم الإجابة تتكلم على البرفورمانس، أداء السيستم والكواليتي بتاعته، التكلفة والبادجت، وممكن نتكلم عن التايم والسكيدجول. والله أنا ممكن أقول إنه البرفورمانس الخاص بالسيستم دوت كان تعبان. ليه؟ لأنه بيكون في أوقات تحميل الواجبات بيحصل فيه مشاكل وإن السيستم بيكون داون. أوكي، الحاجة التانية ممكن أقول إنه السوفت وير اللي أنا بستخدمه كان سوفت وير تكلفته عالية وبالتالي مش مناسب للبادجت اللي أنا بتكلم عليها. برضو نفس الفكرة، هنيجي نتكلم عن التايم والسكيدجول، هنيجي نقول إنه السوفت وير دوت احتاجنا وقت كتير علشان نركبه على السيستم ونعمله تيستينج ونعمله امبلمنتيشن. يعني اللي أنا عايز أقوله لكم إن هو موضوع حكايات، أنا كاتب لحضراتكم هنا إجابة مقترحة. جاي هنا الفقرة رقم 4 بيقول لي من وجهة نظرك اديني سبب تكنيكال وسبب نون تكنيكال هيؤدي لفشل السيستم. طبعا هنا بقى كل واحد وتخيله برضو. كمان التكنيكال ممكن يكون السوفت وير أو السيرفر نفسه فيه مشكلة، سواء في السوفت وير أو ممكن يكون فيه في السكيورتي. يبقى هنا بيقول لي التكنيكال ممكن يحصل فيلير في السيرفر اللي موجود عندي سواء السوفت وير او في الهارد وير، وبالتالي الموقع بتاعي بيكون داون. النون تكنيكال يبقى هنتكلم على الاشخاص، ممكن يكون ان السيستم ادمنستريتور او الراجل اللي ماسك الويب سيرفر دوت ما عندوش الخلفيه العلميه علشان يتعامل مع السيستم، فالسيستم هيقع، ممكن يعمل ريسيت للاكونتس اللي موجوده عندي كلها وبالتالي يؤدي لفقدان البيانات الخاصه باليوزرز. ماشي، يبقى هنا انا كاتب لحضراتكم احيانا ان الهيلب ديسك جايز ان هم الرجاله اللي شغالين في الهيلب ديسك ما بيكونش عندهم الخلفيه الكافيه وبالتالي ممكن هم يعملوا المشكله. الفقره رقم 5 بيقول لي what are the system questions that could be should be investigated to identify or avoid a reasons of failure determined in the previous part. طيب احنا عندنا في حاجة اسمها System Questions. System Questions دي عبارة عن مجموعة من الأسئلة احنا بنستخدمها عشان نعرف مناطق الضعف اللي موجودة في السيستم. على سبيل المثال مثلا في أسئلة خاصة بالStructure، في أسئلة خاصة بالTechnical Questions وهكذا. كل اللي حضراتكم مطالبين بيه ان انتوا تختاروا اسئله مناسبة للمناطق اللي انتوا اتكلمتوا عليها انها هتؤدي للفشل. يعني هنا مثلا هنا what technologies does the system use، ايه التكنولوجيا اللي السيستم بيستخدمها. خلينا نقول انه السيستم او السوفت وير اللي موجود عندي كان بيستخدم بي اتش بي وان البي اتش بي فيها ثغره، يعني معنى كده ان انا هستخدم السؤال دوت عشان اعمل انفستيجيشن للمشكله اللي موجوده في البي اتش بي. كمان هنا مثلا بيقول لي ايه التشريعات والمواصفات القياسيه والريجوليشن اللي بتحكم استخدام التكنولوجي. ممكن نيجي نقول برضو ان السوفت وير بتاعنا كان اوبن سورس، وكون ان هو يكون اوبن سورس معنى كده انه ممكن يحصل فيه مشاكل. طبعا حضراتكم تختاروا بس ثلاث اسئله، اي يعني اي ثلاث اسئله مفهومه بس كده وتكتبوها، محدش يكتب لي كل الاسئله دي كلها، انا عايز ثلاثة أربعة منهم وفقط.